السلام عليكم. مريحين اخا في المنازل ديالنا، حتى تفاجئنا بالناس بمواطنين الماره كيقولوا بان حريق نزلنا. هذاك الشيء اللي كاين هو اللي كاين، لقينا حريق في المكازا ديال ليكوش، بما يسمى بليكوش والتنظيف ديال الدراري الصغار. الحمد لله عيطنا للناس المختصين في هذا الميدان اللي هما الوقايه المدنيه اللي مشكورين من هذا المنبر، والمواطنين حتى هما ساعدونا الناس ديال الدرب وداك الشيء، عاونونا الحمد لله وتمكنا من اطفاء ديال هذا الحريق اللي كان يقدر يتسبب في شي حوايج اللي واعرين بزاف، منهم الضوء اللي كان غيشد فيه والدار ماليها مساكن ما عندهمش اللي يعاونهم. الحمد لله تمكنا من المواطنين وسيطرنا على الحريق والحمد لله، هذا الشيء اللي بغينا. هذا هو اللي الحريق كان باقي في الشعله ديالو وتعطلوا شويه الوقايه المدنيه، دخلوا ولاد الدر ديالنا اللي قدروا انه نقصوا شويه من العافيه، تجاو الوقايه المدنيه وكانوا ابطال، كما كتشوفوا دابا راه الحريق مشى بحال هكا. ما حال ديال ما هو التنظيف ليكوش، داكشي علاش الحريق دغيا شعل، حيت ليكوش راكم كنتم عارفينه دغيا كيشد في العافيه.